ونحن اليوم نسقى من غبوق، وبعد الليل عيد واصطباح. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نساء أحمديات. في هذه الفقرة سنكمل الحديث ما بدأناه في الحلقة الماضية عن الجاذبية المغناطيسية لحضرة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أخلاقها الفاضلة، وسنتحدث عن المزيد من القصص التي تبين ذلك. أختي منال، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يذكر السيد أسلم القريشي قصة جميلة تبين مدى حب وعطف وتواضع أم المؤمنين معه، فهل تحدثين عن تلك القصة من فضلك؟ نعم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السيد أسلم القريشي وهو من كراتشي: لقد هاجرت إلى قاديان في عام 1919، ثم لحقت بي والدتي رحمها الله تعالى أيضا في عام 1920. كان والدها أي جدي خليفة الشيخ الكبير الخواجة أحرار الغزنوي في الهند، فحين قبلت الأحمدية في عمر 17 عاما شق على جدي كثيرا وعاتبني وآذاني كثيرا، وكان يقول لي: ويحك، إن الناس يبايعوننا وأنت أصبحت من مريدي شيخ قاديان. أما والدتي فلم تقل لي شيئا، بل كانت تسر عندما تراني متمسكا بالدين وشعائره في الصغر. أما هي شخصيا فكانت بيعتها شبه مستحيلة لتأثير والدها الكبير في نفسها. لقد جاءت عندي إلى قاديان استجابة لطلباتي الملحة، لكنها أخذت مني وعدا بأني لن أتكلم معها عن الأحمدية شيئا، فكنت أنصحها بزيارة أم المؤمنين رضي الله عنها بانتظام. فرفع الحجاب تدريجيا، وبدأت والدتي تزور وتقابل حضرتها، وبعد أشهر قليلة بايعت. وقالت لي بعد البيعة: أنتم تعيشون هنا في عالم آخر تماما. فذكرت شفقة أم المؤمنين رضي الله عنها وحبها الكبير يعني بأسلوب حيرني أنا أيضا، إذ كانت تجربته إلى الآن أن سيدات العائلة الكبيرة يرين الحديث مع الفقيرات عارا عليهن ويعتبرنه إهانة لهن. وبعد رؤية هذا الإحسان العظيم والمعاملة اللطيفة من حضرتها، أجبرتني والدتي على أن نفتح محلا في قاديان ونهاجر إليها للسكن الدائم. وبتعبير آخر، أن قبول والدتي الأحمدية وهجرتي إلى قاديان للسكن كان ثمرة شفقة أم المؤمنين رضي الله عنها وعطفها وحنانها. يعني مرة أخرى بيعة جديدة بفضل معاملة حضرت أم المؤمنين. نعم. في عام 1921 بدأت أمي تبذل المساعي لزواجي، وقد عرضت عليها يعني أو أردتها أم المؤمنين رضي الله عنها فتيات كثيرات، فكانت والدتي ترفض كل فتاة وظلت تبحث عن فتاة حسب مستواها. ثم ذات يوم نادتني شفقة على إنسان فقير مثلي، وتكلمت معي شخصيا حول الزواج. فأخيرا فببركة دعائها وسعيها المستمر وجدت أخيرا زوجة كانت قد سماها سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، وهي إلى الآن تعيش معي بحب ووفاء، وأشعر بالعيش معها بهدوء وإخلاص كأنني في الجنة. في عام 1922 بنيت لي بيتا صغيرا، يقول، في حي دار الفضل، فجاءت حضرتها بنفسها النفيسة مشيا على الأقدام لزيارة بيتي الجديد تشجيعا منها ومباركة. أقصد حضرة أم المؤمنين. نعم. وأبدت إعجابها الكبير لهذا البيت المبني من الطين والطوب المتواضع جدا، فقالت: هذا البيت رائع جدا، لأن البيت المبني من الطين والطوب يكون مريحا وباردا في الصيف ودافئا في الشتاء. ثم دعت لنا وانصرفت. يعني ما أكثرها وأعظمها من شفقة، كم كان الحب الكبير يكمن في شخصها الكريم. فهذه الأحداث عادية بسيطة، أو يعني أمور إنه من يلحظها يعني يشوف ماذا في ذلك، ولكن إن آلاف الدروس تكمن في طياتها للإنسان البصير الذي يريد أن يرى حقائق الأشياء. فعلا بارك الله فيها ورحمها. رحمه الله.
أختي نور، هناك قصة أخرى على لسان السيدة أمة الرشيد أيضا تبين الصفات والأخلاق الكريمة لحضرة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم، تذكر السيدة أمة الرشيد قصة على لسان أخيها واسمه نور الدين. يقول نور الدين: لقد أتيت إلى قاديان قبل امتحان لشهادة البكالوريوس للتحضير، وكنت ذات يوم أجلس في غرفتي أستعد للدراسة صباحا، وكان الباب مفتوحا، وكان أمام البيت حقول خضراء على مد البصر تناهى إلى سمعي صوت البئر في غابة الأشجار بعيدا، فانتبهت فإذا أم المؤمنين رضي الله عنها تمر مع خادماتها من أمام بيتنا تتمتع بمناظر طبيعية خلابة. فحين رأتني قالت: ماذا تفعل يا نور الدين؟ فاحمر وجهي بمشاعر الفرح والرعب معا، فقلت بصوت خافت: أبدأ الدراسة والمطالعة. وإلى الآن يدوي في أذني تلك الكلمات الحلوة. يكمل ويقول: أتعجب من تلك الشخصية المباركة التي كانت تنظر إلى خدامها بهذه الشفقة، فهذا الإحساس ليس لي أنا وحدي، وإنما هو شعور آلاف الأولاد أن أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تحبهم أكثر. يقول: يا إلهي، ما هذا الحب العالمي الذي تخلقه في قلوب أحبائك، الذي يعلن كل واحد منهم كل حين وآن بلسان حاله وعمله: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يا إلهي، إنا نسألك أن تخلق في قلوبنا نحن أيضا هذا الحب والعشق لك، وثبتنا على الدروب التي وصل بها عبادك إليك بالسير عليها بعد أن نالوا رضاك وقربك، وأنزل على سلالة أم المؤمنين رضي الله عنها بركات لا نهاية لها ورحمتك الواسعة، وارفع درجاتها يوميا في أعلى عليين، وكن حافظا وناصرا لأجيالها القادمة. آمين ثم آمين. اللهم آمين. جزاك الله أحسن الجزاء. مشاهدينا الكرام، بهذا تكون قد انتهت الفقرة الأولى من هذه الحلقة. إني أنا البستان، بستان الهدى. مشاهدينا، في هذه الفقرة، الفقرة الثانية، سنتحدث عن النصائح والتوجيهات التي يقدمها حضرة أمير المؤمنين للنساء الأحمديات. أختي دعاء، ما هي الغاية من خلق الإنسان حسب تعليم القرآن الكريم كما ذكره حضرة أمير المؤمنين في إحدى خطبه؟ نعم، قال حضرة أمير المؤمنين أيده الله: إن الغاية من خلق النساء والرجال بحسب تعليم القرآن الكريم هي واحدة، وهي الفوز برضوان الله تعالى. يقول حضرته أيضا: يريد الله تعالى أن يعرف المؤمنين والمؤمنات الغاية المتوخاة من خلقهم، يعني بغض النظر عن أي طبقة كانوا، فقراء أو أغنياء، هذه الغاية من خلقهم. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا يشمل الذكور والإناث كلهم. فالذين يستجيبون لأوامر الله ويؤدون حقه ويتبعون تعليم الله سواء كانوا رجالا أو نساء فقد بشرهم الله أيضا. فحين بشر الله تعالى بالجنة فقد خطب النساء والرجال المنفصلين، وفي بعض الأحيان استخدم كلمة الناس أو المؤمن فقط، يعني دون التفصيل. ففي سورة التوبة مثلا، حين بشر الله تعالى بالجنة فقد ذكر الرجال والنساء كليهما، حيث قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ثم قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. فواضح جدا أن الإنعام الذي يناله الرجال المؤمنون تناله نفسه المؤمنات أيضا. فلم يرد قط في أي مكان أن النساء مثلا سينالنا درجة أقل أو درجة ناقصة من درجة الرجال، أو سيكون في الإنعام نقص أو زيادة، أو أن المكان الذي سيكون فيه الرجال لن تكون فيه النساء. فقد قال الله عز وجل: أن اعملوا صالحا. فالعمل الحسن وتقديم الله على كل ما سواه واجب، وعند الالتزام بهذا الأمر ستنال النساء أيضا الإنعام الذي يناله الرجال، فليس هناك تمييز للرجال. بل حتى قال في موضع آخر: إن الرجال والنساء كلاهما سينالون أجرا عظيما بشرط أن يحرزوا أعمالا حسنة. ثم بين الله تعالى تفصيل الأعمال الحسنة، فقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات
والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يعني الأعمال التي ينال بها أجر عظيم هي المبينة في هذه الآية. ثم كتب تفصيل هذه الحسنات، وينبغي، يقول حضرة أمير المؤمنين، ينبغي أن نتحراها، أي أن نتحرى هذه الحسنات المذكورة في الآية الكريمة إذا كنا نريد الفوز بحب الله ونريد رضوانه ونريد أن نكسب الأجر منه. ومثل ذلك قد ذكر المؤمنون والمؤمنات منفصلين في آيات أخرى. يقول حضرته: صحيح أنه في مواضع كثيرة وجه الخطاب إلى الرجال والنساء، الرجال والنساء بكلمة المؤمنين فقط، فهذه الكلمة تشمل النساء أيضا. فمن ميزة القرآن الكريم أنه استخدم كلمة المؤمنين وحدها في المواضع التي كان لابد فيها من لفت انتباه الرجال والنساء إلى مسؤولياتهم. أما حين أراد الله تعالى الإخبار عن إقامة حقوق الرجال والنساء كليهما وعن إعطائهما أجرا وتبشيرهما بالجنة، وكان ثمة حاجة لذكر مسؤولياتهم وذكر إنعاماته عز وجل بحث خاص وإظهار العلاقة به، فقد ذكر المؤمنين والمؤمنات على حدة. نعم، جزاك الله أختي. أختي أم صلاح، القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي قدم حقوق المرأة والمسائل المتعلقة بها كما لم يقدمها أي كتاب سماوي آخر، كيف بيّن حضرته ذلك؟ نعم، إن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد فعلا الذي وضح أن للنساء أيضا مشاعر وعواطف كالرجال، وأن للنساء أيضا رغبات كما للرجال. فحين أقام الله تعالى حقوق الرجال قد ذكر في نفس الوقت حقوق النساء قائلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، سورة البقرة آية 229. أي أن حقوق النساء على الرجال كما لهن علي كما لهم عليهم أو كما لهم عليهن بحسب المعروف. وأيضا قد أقام الإسلام للمرأة حقوقا لا حصر لها، فالرجال والنساء كلاهما متساو في نيل الأجر على الحسنة كما ذكرت. وقد أعطى الإسلام النساء حقهن في الوراثة في الميراث، وأعلن أن دخل المرأة حقها وحدها، ونهى عن غصب حق الميراث منها، فقال: أعطوها حقها ولا تسلبوا منها حق الميراث. ونهى عن زواج المرأة إلحاقا للضرر بها، وهناك أوامر كثيرة من هذا القبيل. يقول حضرة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز: مرة قال لي صحفي: ألا ترى أن هناك حاجة للتعديل في تعاليم الإسلام كما تجرى التعديلات في المسيحية بحسب مقتضيات العصر الحديث؟ فقلت له: كلا، ذلك لأن الإسلام قد حدد المسؤوليات لكل واحد بحسب الطبع الإنساني، فلا داعي لأي تغيير، لأن الحاجة إلى التغيير تظهر حيث تلاحظ النقائص وتوصف الحقوق، سواء كانت حقوق الرجل أو المرأة أو كانت حقوق الأولاد أو الوالدين، وسواء كانت حقوق العامل أو الأجير أو الموظف أو صاحب العمل، وسواء كانت حقوق المواطن العادي أو الحكومة. فقد تم تحديد جميع الحقوق بمنتهى العدل، إذ كانت جميع هذه الحقوق تؤدى كما رأينا نماذجها في الحكومة الإسلامية الصحيحة في صدر الإسلام. فمن الغباء المحض القول بأننا يجب أن نتبع التعليم الحديث، وهو الذي يقتضي تغيير التعليم الديني. أما إذا كانت هذه الحقوق لا تؤدى، فيجب بذل المساعي، يقول أمير المؤمنين، لتأديتها والعمل بالتعليم الإسلامي الصحيح. أما القول بأنه يجب تغيير، فهذا لن يشكل حلا، لأن الحكومات أو الرؤساء الذين لا يؤدون هذه الحقوق الآن لن يؤدوها حتى بعد تغيير هذا التعليم. فالأصل أنه يجب بذل المساعي لإعطاء كل ذي حق حقه، ويجب أن ينفذ التعليم الإسلامي الصحيح. فحين أنظر إلى كتاب الدين القرآن الكريم أجده كلام الله عالم الغيب والشهادة، الذي يعلم ما حدث في الماضي وما يحدث في الحاضر وما سيحدث مستقبلا أيضا. فما دمنا نؤمن بهذا الإله ونوقن بهذا الكتاب الذي أحاط بكل شيء، فلماذا
لماذا نظن أنه ثمة حاجة لتغيير أحكام الإسلام؟ ثم لما كان الدين من الله تعالى وكنت موقنا حق الإيقان بوجود الله وأن الله هو الذي يرسل الدين، فلا أجد مبررا لاتباع القوانين التي سنها البشر تاركا الله عز وجل. يعني في هذا الموضوع يجب الانتباه كثيرا إلى أن ديننا دين كامل لا نقصان فيه، فلا حاجة بالتالي إلى أن نصحح ونجدد أي شيء كي يواكب العصر. الحمد لله على ذلك. الحمد لله، جزاكم الله أحسن الجزاء أخواتي. بهذا ننهي هذه الفقرة، الفقرة الثانية. إني أنا البستان، بستان الهدى. مشاهدينا الكرام، لقد وصلنا إلى الفقرة الثالثة في حلقتنا لهذا اليوم، والتي نخصصها لمحاورة إحدى الأخوات الأحمديات المبايعات. ومعنا اليوم الأخت أم مجاهد من طول كرم فلسطين. أختي أم مجاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، أهلين فيك، حياكم الله. عارفين من فضلك قليلا عن نفسك. أنا أم مجاهد من طول كرم من فلسطين. أنا متزوجة وعندي 6 من الأبناء. ما شاء الله. عندي 2 من الذكور و4 من الإناث. نعم ما شاء الله. طيب أختي، من فضلك يعني حدثينا قليلا عن أم مجاهد قبل تعرفك على الجماعة الإسلامية الأحمدية. كيف كانت حياتكم وكيف كانت يعني أموركم الدينية تسير؟ والله قبل ما أتعرف على الجماعة الأحمدية كنا ناس عاديين، يعني الحمد لله، يعني أسرة محافظة، أسرة متدينة الحمد لله. بس في شغل، يعني في بعض الأمور ما كنا يعني متمسكين فيها كثير من ناحية دينية. يعني مثلا التزمنا أكثر بعد ما الحمد لله تعرفت على الجماعة الإسلامية الأحمدية. نعم. وصرت من هاي الجماعة. طبعا من ناحية مثلا الصلوات، من ناحية الدعاء. طبعا تغير كثير في أشياء في حياتنا، حتى البركات، يعني بشعر انه في بركات في بيتنا الحمد لله. في امور، يعني في نعم. امور كثيره يعني حدثت في حياتنا ما كنا متخيلينها يعني صراحه. نرجع قليلا من فضلك، متى يعني متى كان ذلك بالتقريب؟ منذ كم من الاعوام؟ وكيف كان يعني هذا التعرف على الجماعه؟ يعني كيف وصلت الى الجماعه الاسلاميه الاحمديه؟ أنا والله قبل تقريبا سنتين، قبل سنتين كان زوجي بتابع الجماعة وكان ميال لهم كثير. فأنا أول يعني صدقا كنت أول إشي ضد هاي الجماعة، شايفة، وكنت أحاول إنه أحيانا حتى ما يعني خلص بحاول إني أبعدهم عن زوجي. بس في مرة من المرات حكالي اقعدي واسمعي وشوفي، وفعلا الحمد لله من هذيك النقطة يعني، فالحمد لله رب العالمين تابعت وسمعت وشفت. وجيت كذا مرة على دار الأمن في كفر سور وشفتهم جماعة فعلا مسلمين، ما في عليهم أي غبار، بالعكس إسلامهم إسلام صحيح، حتى في الصلاة فيها خشوع. نعم. في الدعاء بتحس يعني أنك تدعي فعلا من قلبك، يعني حتى توصل لرب العالمين. متابعتكم الأولى للموضوع وللجماعة كانت عن طريق التلفاز، يعني ليس عن طريق بعض الأفراد. أيوة عن طريق التلفاز. نعم. كانت أول ما تعرفت على الجماعة وقرأت كذا كتاب، يعني هيك تصفحت فيه، فشفت في شغلات يعني بتدخل المخ قريب، يعني مثل موت سيدنا عيسى عليه السلام برضو، يعني في شغلات كثيرة كانت قريبة على العقل أكثر من الأمور اللي كنا إحنا فاهمينها. منطقية أكثر. منطقية أكثر.
طيب قلتي انك يعني كنت معارضة تماما، يعني زوجك كان يشاهد وكنت ترفضين، ما سبب ذلك؟ يعني ايش الشيء اللي كان في بالك وفي راسك في عن الجماعة كنت رافضتيها؟ والله كنت اول شيء اسمع، يعني اسمع من هنا وهناك، قرأت كذا مرة عن النت، يعني ما دخلت على القناة نفسها، دخلت على النت حطيت الجماعة الأحمدية فطلع لي شغلات يعني تقشعر البدن. نعم، مما كتب عن الجماعة مما كتب عنكم، وطبعا هذا كله ظلم وبهتان، يعني هذا الكلام ما في منه نهائيا. لما أنا دخلت في لما شفت هاي الجماعة دخلت في هاي الجماعة، فالحمد لله رب العالمين، بالعكس هم الإسلام الصحيح والإسلام اللي بده يوصل لربنا يدخل فيها الجماعة بإذن تعالى. يعني كان انضمامك للجماعة الإسلامية الأحمدية منذ سنتين، وخلالها زرت دار الأمن في طول كرم وقابلت الإخوة والأخوات وتعرفت عن كثب على هذه الجماعة. طب ما هو التغيير الذي حصل عند أم مجاهد بعد هذا التعارف وبعد هذا الانضمام؟ والله أول شعور شعرته الإطمئنان. نعم، أول شعور، يعني حتى قبل المبايعة، قبل ما أبايع شعرت بالإطمئنان، يعني دخل الإطمئنان إلى قلبي. هاي نقطة. نقطة ثانية، إنه حدث شيء يعني في بيتنا، حدث شيء يعني إنه في أحد أفراد عندي مرض، شايفة مرض. نعم. وكان في مرض ويدعو الله، يعني حتى الطبيب ما زاره، فكان يدعو الله، وكان في دعائه يدعو الله وبسيدنا محمد وبسيدنا ميرزا أحمد غلام عليه السلام. فأنا لما شفت هذا الشيء وحكى لي، يعني أقول لك إياها بصراحة، يعني هو زوج اللي مرض وكان لي راح تشوفي إنه بإذن الله إني راح أطيب بدون دكتور. طبعا هو كان مريض في عينيه، وفعلا وصدقا هذا اللي صار. لما شفته بعد أسبوعين إنه شفي شفاء تاما من الدعاء، فأنا قلت له خلاص، يعني فعلا إنكم الجماعة اللي على حق. فأنا حكيت له من هاي اللحظة، وأنا يعني كان الإطمئنان داخل قلبي واقتنعت في هالجماعة، فصرعت للمبايعة. الحمد لله، شفاه الله شفاء كاملا عاجلا لا يغادر سقما، الحمد لله رب العالمين. طب كيف تواصلكم يعني مع مولانا أمير المؤمنين؟ هل هناك تواصل؟ هل تراسلينه أو؟ والله اللي بتراسله بنتي أماني. أنا يعني صدقا لحد الآن ما رسلته، لكن نبعث له رسائل عن طريق ابنتي أماني. أختي أم مجاهد، ذكرتي أنك يعني حين كان زوجك يشاهد ويتابع برامج الـ MTA كنت معارضة وكنت معادية، ولكن كانت هناك يعني نقطة جعلتك تتقبلين. ماذا كان ذلك البرنامج؟ ماذا كان يتابع؟ كان يتابع الحوار المباشر. نعم. فأنا لما جلست واستمعت ما بعرف، شعور غريب يعني راودني. أول إشي إنه كلامهم كان قريب على المنطق وعلى العقل أكثر من أي من جهات أخرى، من مشايخ أخرى، من يعني من شفتهم هم أكثر إشي قريبين على العقل وقريبين على القلب كمان. نعم. ثاني إشي، أنا طبعا مش بس حلقة، تابعت عدة حلقات. نعم. فشعرت بالإطمئنان، وشعرت فعلا إنه كلامهم يعني زي موت سيدنا عيسى عليه السلام، طبعا أدلة من القرآن الكريم، فعلا يعني كلام منطقي وكلام بدخل إلى العقل أكثر من سيدنا عيسى إنه في السماء وعايش في السماء، يعني هذا كلام يعني بصدقهوش أي عاقل. فالحمد لله رب العالمين. من هاي النقطة ما بعرف شو التحول اللي صار معي، شو الشعور اللي صار عندي. والنقطة الثانية إنه بعد مرضه وما راحش لطبيب، وأثناء دعائه وطاب خلال أسبوعين، مع إن كان عينيه مصابات كثير بفيروس، يعني لدرجة إنه ما كان يقدر يفتحهم. وبعدين في شغلي كمان، حلمت حلم. نعم. طبعا أنا دعيت ربنا إنه ربنا ينورني،
رغم انه اني انا كنت حاسه بالاطمئنان تجاه هالجماعه، بس شفت حلم الحمد لله، حلم ارتحت فيه وخلص وعزمت. حتى يعني ثاني يوم حكيت له اني انا ان شاء الله يوم الجمعه رايحة ومبايعة بدون أي تفكير، بدون إني مثلاً إني أتراجع أو إني أخذ وقت من التفكير، لأنه خلص يعني حسيت حالي إنه وصلت لنقطة مستحيل أتراجع عنها. ليش؟ لأني حسيت في اطمئنان دخل إلى قلبي بشكل غريب غريب غريب، يعني لحد الآن لما أتذكر هذا الشعور بقول سبحان الله، يعني دليل إنه من إن هاي الجماعة على حق. يعني مش معقول ربنا انه يوديني على طريق مش صحيحه وانا دعيته. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله. يعني هذه النقاط وانا مطمئنه وبدون اي تفكير، بدون اني انا اتراجع او اني اخذ وقت من التفكير، والحمد لله رب العالمين. بحمد الله اني سارعت في البيعه واني انا بايعت الامام المهدي عليه السلام والمسيح الموعود، والحمد لله رب العالمين. وان شاء الله ان احنا بنكون من الناجيين باذنه تعالى. الحمد لله ان شاء الله. يعني هذه الامور الثلاث مجتمعه هي التي جعلت عندك هذا التحول وهذا التغيير، وبالتالي قمت بالبيعه. طب بعد البيعه هل من مشاكل او صعوبات واجهتك واجهتكم بعد انضمامكم؟ نعم طبعا طبعا، الاهل يعني عارضوا، الاصحاب يعني الناس المقربين اللي لك عارضوا. طبعا انا الحمد لله ثبتت، وانا كمان قبل البيعه يعني انا حكيت وعزمت اني باذنه تعالى بدون خوف بدون اي تردد وبدون ما افكر باي انسان. انا ما فكرت الا برب العالمين، حتى ارضي رب العالمين وارضي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. قال عند ظهور المهدي بايعوه ولو حبوا على الثلج. فانا لم افكر باحد وعزمت الامر اني ابايع وانشر، يعني اني انشر اني بايعت، ما خبيت، بايعت. وبنفس اليوم اعلنت اني انا بايعت واني انا اتبعت هاي الجماعه، رغم اني يعني تعرضت من الاهل، يعني كانت المعارضه شديده يعني، وكذلك من الاصحاب من الناس اللي بيعرفونا المقربين علينا. فالحمد لله ربنا، نعم ربنا ثبتني والحمد لله رب العالمين، وما زلت على هذا النهج بإذنه تعالى. صامدة. نعم. لله. يعني هل المعارضة ما زالت قائمة ولا تحسنت الأحوال؟ يعني تقريبا المعارضة لابد منها، بس مع جلساتي معهم، مع الحديث معهم، مع أني أعطتهم فكرة عن الجماعة وشيء الجماعة، يعني خلينا نقول خفوا شوي، خفوا شوي، بس إيش؟ ما زالوا معارضين. ما زالوا. وعلاقتي الحمد لله يعني حاليا علاقتي منيحة، يعني بيجوا وبروحوا علي أهلي يعني. بس إنهم كفكرة إنه إني أنا متبع الجماعة وكذا يعني معارضينها، بس الحمد لله أنا ثابتة وما حدا بيقدر يغيرني. الحمد لله. نعم. أختي الحمد لله. الحمد لله. يعني هل من شيء اضافي تحبين ان تضيفي، يعني بتحبي تضيفيه لكلامك اختي؟ والله بس بحب اضيف انه انا بنصح كل انسان، كل مسلم، انه قبل ما يتهموا اي جماعه، او خاصة بدي احدد الجماعه الاسلاميه الاحمديه، الجماعه الاسلاميه الاحمديه هي الاسلام الصحيح، هي الاسلام الحق، هي الاسلام اللي ربنا اللي الرسول صلى الله عليه وسلم حكى انه من ضمن الجماعات هي الجماعه الناجيه باذن الله. لانه انا صدقا هذا حسيته ولمسته انها هي الجماعه اللي الرسول بشر فيها اللي هي على حق. بعدين بحب انصح انه ما حدا يسمع من برا. نعم. دائما تتوجهوا، افتحوا يعني يتوجهوا للقناة، يتوجهوا للداعي في الجماعة الإسلامية الأحمدية، يسألوهم بعض الأسئلة، حتى الغشاء هذا اللي على عينيهم على قلوبهم أنه أول شيء يتنوروا وما يظلمونا، وثاني شيء رح بإذن الله بإذن الله أنهم رح يتنوروا وأنهم رح يتبعوا الجماعة الإسلامية. نعم. وبعدين كمان نقطة، إنه أنا بعد ما دخلنا هاي الجماعة صدقا
انه حالنا تغير من الناحية الدينية كمان، يعني تقربنا الى الله اكثر، صرت اشعر انه ربنا معنا، كذلك بشعر انه في بركات، في بركات موجودة حتى في امور يعني ما بعرف كيف بتصير معك وكيف ربنا ببعثها، كيف بيسيرها، كيف بطريقه بطريقته، انت بتستغربي كيف هذا الشيء بيصير معك. من حيث لا نحتسب. من حيث لا نحتسب. الحمد لله رب الحمد العالمين. لله رب العالمين. وانا بحمد الله وبشكره كل يوم انها اني انا من افراد هاي الجماعه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله كثيرة. الحمد لله ثبتكم الله وايانا على الايمان. بارك الله فيك أختي، فعلا هي نصيحة كمان مهمة جدا لجميع المشاهدين ولجميع الإخوة والأخوات، أن يتبينوا بأنفسهم ويقرأوا من مصادر الجماعة نفسها ولا يقرأوا من مصادر الخصوم المغرضين. فيعني فعلا بعدين الاستخارة والدعاء، والله سبحانه وتعالى كفيل بأن يرينا الحق حقه ويرزقنا اتباعه. بارك الله فيك، أشكرك الشكر الجزيل على مشاركتك إيانا في هذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقي قريبا على خير بإذن الله. إن شاء الله. بارك الله فيكم ورزقكم الخير. أهلا وسهلا. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن اليوم نسقى من غبوق، وبعد الليل عيد واصطباح.